ايوه انا عادل، مين معايا؟ ايه اماني؟ معقوله؟ ازيك اماني، عامله ايه؟ مين اداك النمره؟ رمزي؟ تخيلي رمزي ده اول حاجه يعملها في حياته صح ان اداك النمره. طبعا يا اماني يا حاج شلقة اماني، اخبارك ايه؟ والله وحشني جدا يا حاج شلقة اماني. انت فين؟ لا والله يعني عارف، هو بس يعني الظروف اللي حصلت يعني، لكن مسير الحي يتلاقى. طب بص بقى يا حاج شلقة اماني، انا يعني هكلمك بقى بالليل كده في الهدوء، هنبقى نتكلم براحتنا يعني. والله زمان يا حاج شلقة اماني. لا هكلمك بالليل طبعا، بس انت بقى اوعى تخرج بالليل، اوعى تروح السوق ولا الكوافير الحلاق مثلا تكون عايز تحلق ولا حاجه. ويعني ما تنامش بدري يا حاج شلقة اماني. هكلمك ماشي. يعني شوي ماشي. ماشي. باي باي يا معلم، باي يا معلم. ايه في حد يقول لي معلم؟ باي باي. ايه ده، وانت فكرك ايه عن المعلمين اللي هم كانوا زي بتوع زمان بقى ويلبسوا الجلابيه والعمه والبتاع؟ لا معلمين دلوقتي مختلفين تماما. يعني مثلا عندك حد زي الحاج شلقة اماني، ده راجل خريج مدارس اجنبي. لا راجل متفتح جدا. يا الحاج يا هخش الاوضه بقى يعني عشان يلا. مش هننام ولا ايه؟ بيبي انت وحشتني قوي. طيب ما تشوفيش وحش. ايه الرد ده يا ابني؟ ايه ماله الرد؟ ما رد زي الفل اهو. لا اكيد في حاجه مزعلك يا بيبي. بالعكس بقى، انا اكيد في حاجه مفرحاني. يعني ايه؟ ايه ده، انت هتنام ولا ايه؟ ايوه ده انا نمت اصلا من نص ساعه. يلا صباح يا اخي. وانتي من اهل. ايوه يا اماني بجد وحشتك. طيب قوليها تاني كده. انت وحشتيني اكتر. عارفه يا اماني، يا ريتني كنت اعترفت لك من 15 سنه، اكيد كان كل حياتي اتغيرت. بس ولا يهمك، ملحوقه يا اماني، ملحوقه. اماني انا ممكن اقول لك يا منمن؟ ايوه زي زمان. ايوه يا منمن. منمن ايه، هتنامي؟ طيب ماشي. لا اقفل انت الاول. لا انت الاول. لا انت الاول. طب بقول لك ايه رايك نقفل احنا الاثنين مع بعض؟ ماشي، هعد لغايه 7 وبعدين نقفل. 1 2 3 4 5 6 7. ها ما قفلتيش ليه؟ الو الو قفلتي؟ صحابي يا اهلي، يا دي يا رمزي، انا عايز اخدكم في احضاني. حاجة غريبة، حاجة مريبة، الدنيا لها طعم عجيب. انا ديك واصحى من النوم الاغيب وابعت فرخات صحيح. الدولة انت مزاجك عالي قوي النهاردة. قوي قوي قوي. يا رمزي، ولا رمزي انت عمرك سمعت عن الحب الاول؟
طبعا الحب الاول زي ده دولة ده اكترهم تفوقا، ده شاطر جدا. فعلا هو اكترهم تفوقا، لان طبعا الحب انواع، بيبقى فيه حب فاشل وفي حب مثلا بيبقى ناجح بس بمادتين، وحب ناجح قوي بس ده بقى حب اشطرهم. ده صح يا يخرب بيتك. يا دولة انت اي حاجه يعني تخص الجنب الشمال اللي بيقعد يدق كده اسالني انا. تعرف يا رمزي، انا ندمان على العمر اللي عدى ده بعيد عن الحب الاول، بس عادي ملحوقه. وهتلحقوا ازاي دول؟ هو بيطلع الساعه كام ده النهارده؟ الساعه 5:30. ايه ده، انت هتقابلها من 5:30 وانا واقف بستنى يا حبيبي عليك الكوس حبيبي واستناك. بس كده خطر دولة، كده خطر بصراحة، يعني احتمال باباها ومامتها واخوها وخالتها وبتاعي يبقوا رايحين نفس المكان بالصدفة. هتعمل الصدفة العائلية المركبة دي انت جمعتها ازاي؟ دي عايزين ألبوم يا ابني دول. دي صدفة محتملية يا دولة. لا بص يا رم، ما تخافش. انت فاكر ان انا هضربك ولا يلا؟ يا انت ابن عمي يلا، ده انا بحبك يلا يا رمزي. بص النهارده البازار ده بتاعك، انت مدير البازار، لا انت صاحب البازار، تعمل فيه كل اللي انت عايزه بقى، تكسر البضاعة، تقفل الباب، تفتح الباب، ما تبيعش، تنام، تصحى براحتك خالص يا رمزي، عشان تعرف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا دولة. اهم حاجة لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تتصليش هنا تاني يا بت. قشطة؟ قشطة. من 5:30 وانا واقف بستناك. خش. هات الكرسي ده، هات الكرسي ده وتعالى اقعد هنا. اقعد. المشوار هد حيلي. حضرتك معلش انا اسف، يعني هو بس المكان ده محجوز يعني. يا واد قلت لك ما تلعبش في مناخير اخوك يا واد، احسن قسما عظما انسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معترض يعني على تربيه اولادك يعني بالطريقه اللي انت شايفاها صح، وتنسلي الشبشب ده وضع طبيعي، انا ما تنسل اللي عليا شباشب يعني، بس حضرتك يعني يا ريت تنسليه بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفسي هزارك يا مضروب، عامل نفسك مش عارفني وبعدين تيجي وتعاكسني بعد كده. مش عارفك ايه، هو حضرتك هو انت ام اماني؟ نفس هزارك بتاع زمان بس تقل شوية، ده انا ما خلفتش غير 3 مرات، واحد راح وخلاص، وهم دول اللي فضلوا عادل وعدولة. تقول لي يا بنتي يا اماني مسميهم عادل وعدولة ليه؟ اقول لك على اسمك، بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما ابقى عايز اتكلم معاك كده في موضوع مهم، موضوع جد، انما عدولة بقى لما ابقى عايز افتكر ايام زمان، ايام سكشن 4 ومدرج 6 اللي قدام حمام الصبيان. حمام الصبيان حضرتك بصي انت صراحه يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفه ان انا حلويت واتدورت شويه. اتدورت ايه؟ قولي اتكعبرتي يعني. معلش لو حضرتك اماني انا بقى مش عادل. بطل بقى هزارك البايخ ده. حضرتك بصي ماشي، لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريق، عوامل التغطية، لكن كمان صوتك اتغير ازاي؟ يعني حضرتك وانت بتكلميني في التليفون انا كنت سامع صوت مختلف تماما، ده انا السماعة كانت بتترعش، كان صوتك واصل لي نغمات مجسمة. انا كده صوتي في التليفونات وتليفونات الترنكات والكابين يبقى كده. هو انتم مركبين في بيتكم كابين التليفونات ولا ايه؟ بصي حضرتك عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني متشكر قوي وفرصه سعيده وسلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه؟ يعني مش هشوفك ولا ايه؟ حضرتك ما تشوفيش وحش يعني، كمان 15 سنه ان شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص، ويكونوا حتى الاولاد كبروا ما بقوش يلعبوا في مناخير بعض يعني. سلام عليكم. 5 ايه و15 ان شاء الله؟ اقعد استناك 15 سنه؟ طب انا اروح فين ال 15 سنه؟ اقعد فين ال 15 سنه؟ ايوه حضرتك يعني عادي جدا تقعدي مع ابو عادل وعدوله يعني. ابو عادل يا اخويا خلع، خلع من اول رجل اديتها له بعد الوهاتك اللي قلتها لي. حضرتك بصي يعني خلع ما خلعش انا مش مسؤوله عن الحكايه دي خالص يعني.
اني مش مسؤول عن الحكايه دي. بقول لك ايه، انا شامه كده يا اخويا بقى ريحه جيش يقرب، وسيبيني اكون نفسي واستر اختي الاول، وابويا هيحرمني من الميراث وهيسلم الميراث لاخويا اللي مش شقيقي وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه؟ ايه انت هتخوفين يعني؟ ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عينيا؟ شامم ريحه نضرب لنا ورقتين عرفي. وبقول لك ايه، هو الواد اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك، ونعمل تحليل دي ان ايه ونلف على المعامل. لا مش كل الطير اللي تاكل لحمه، انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي، انا غير كل البنات دول، تحب تسمع؟ احب اسمع. سمعني. اسمعك يا عينيا. ايه ده اهو؟ وانا اقول مبنى الاذاعه ده بيطلع منه الشرايط دي ازاي؟ كنت اعترفت لك من 15 سنة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكيد كان كل حياتي اتغيرت. ايه ده؟ لا 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 لا، حرام عليكي. انت ايه؟ انت ما عندكيش اخوات بلاستيك؟ حرام عليكي. كمل فيا تاني تمسكي عليا زل عشان امنت لك. كان عندي وخلص يا عينيا. انا عملت لك ايه طيب؟ يعني حضرتك طيب طلباتك ايه؟ تكتب عليا حالا يا اخويا، انا خلاص سمعتي اتلطت. ايوه اكتب عليكي ايه بس؟ يعني حضرتك ده صعب، يعني صعب ان انا اعمل حاجه زي كده. انا راجل متجوز وعندي بنت. يعني اسمع بقى يا عدوله يا حبيبي، انا عسلي عسلي ومر مر، لا تدوق عسلي لا دوقك المر. حضرتك انت ايه بتخوفيني يعني ولا ايه؟ ما انا برضو يعني ما انا برضو شرباطي شربات وخلي خل، يا تدوقي شرباطي يا نقعك في الخل. ايوه في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجه. خلاص ماشي فات. سلام. قوم يلا قوم يلا. كده تديها لمرتي يا حيوان. ايه ده هي رفضتك؟ يا ريت رفضتني، دي مسكت فيا بايديها واسنانها، عايزه تدبسني في جوازها. شرع ربنا يا دوله. ايه انت لسه معاك ثلاثه يا ابني؟ وبعدين بص، احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من الصفر. يا ابني دي اساسا مضبعه. اطلق رانيا ايه؟ رانيا بالنسبه لها ملاك. ده كفايه ياسمين بس الواحد يبص في وشها الساعه الصبح. اقدم لك سيد اخويا، سيد مستودع. هو ده يا بيت؟ هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر باختي. غرغر بيها ازاي حضرتك؟ ما ينفعش نغرغر بيها خالص، دي ممكن يبقى فيه استحلاب بس على صغير يعني. غرغر ولا ما غرغرش يا بيت؟ غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس يا دول عليك، اخس بقى. انت تطلع دوم وندل للدرجه دي؟ ياه بص بقى يا معلم، لازم يكتب عليها. الله ينور عليك يا هندسه. ما احنا لينا اخوات بنات برضه. وبعدين الغلط ملموم. ولا بص، مش ناقصك النهارده خالص، اطلع بره. ايه انت عايز توملس؟ ما اشوف بقى. ذوق عافيه، يمين شمال فوق تحت، حركات مكسرات، ابيض على اسود. هتصلح يعني هتصلح؟ حضرتك اصلح ايه؟ ما هي زي الفل قدامك، مش محتاجه اي تصليح. وبعدين حضرتك انا معيش العده يعني. وبعدين حتى لو معايا العده اجيب لها منين قطع؟ وبعدين حضرتك النهارده احنا اجازه عشان عيد العمال. يعني مش عايز تصلح؟ خلص الكلام. وانا تيتو نعمينا معلمي. ايه ده تيتو مش شبه الفيلم خالص. ولا حب ايطاليا. أمانة معلمي. حرب إيطاليا هو يا أنا، بس قبل ما يجي بقى على مصر على طول. كان أما جه مصر حالة. ولا مافيا. أمانة سيدي معلمين. ايه ده وحضرتك عندك كله أكشن كده؟ مفيش حاجة خفيف رومانسي مثلا؟ العشق والهوى، شورت وفانيلا وكاب مثلا. ودا كاب. عمرك يا معلم، هو ده؟ ايه ده ما شاء الله، شكله طيب عنهم خالص. واد الشورت فعلا والفانيلا والكاب. ما ده الصغير بس ملوش كلمه هنا. يا سلام، اهلا وسهلا بيهم كلهم. يعني مجموعه هايله. ده الصغير اكيد ما جابش ايرادات طبعا يعني. انا برضو عندي الصغير ده ملوش كلمه. واد رمزي بص، ملوش كلمه ولا ليه حضور حتى حضرتك. عموما انا جاهز. يلا ابتدوا تضربوا بقى عشان مستعجل. يلا هتضربوا في الوش الاول ولا ايه؟ انا تخني يا عادل، انا تخني.
بص انا غلطان وندمان ومش هسألك يعني صراحة هتعملي فيا ايه، ولو انت قلقانة ان انا اخونك يعني واتجوزها، لا اكيد مش هتجوزها، حتى لو سيد مستودع ده فجر فيا المستودع كله يعني. محدش يقدر يمس شعرة منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا رانيا. هتعملي ايه؟ سيبنا نتصرف. ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا ما سامحتكش، سيبنا نتصرف الاول وبعدين يجي بعد كده حسابنا مع بعض. ماشي اوكي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت تنام جنبي هنا ولا ايه؟ يلا يلا حبيبي، يلا يا بابا اجلينا بره، يلا يلا. اهلا اهلا، ازيك يا سيد؟ ازيك يا اماني؟ ازيك يا عدوله؟ انا مش عايزك تزعل من اللي حصل امبارح. بالعكس يا عم، ده اللي حصل امبارح خلاني اتمسك باماني اكتر. يعني انتوا عيله محافظه واضح طبعا، واحنا برضو عيله محافظه، فالمحافظات يخشوا في بعض يعني نبقى جمهوريه مع بعض يعني. اهلا وسهلا. ما ده العشم برضو. اهلا اهلا. احب بقى اعرفكم بعيلتي. مبدئيا اعرفكم بمراتي الاولانيه. انت يا بنت يا نمره واحد يا فتحيه. ايوه جاي اهو يا عاد. ايه عملت ايه يا بيت؟ زغطت الانارب وحطيت الكزب للبط وللمعيز وبزرت وحصدت وخزنت ولميت وتاني جاي اهو على طول. ايه ده؟ ايه الموسم السريع دي؟ دي اسمها فتحيه دلتا، دي مراتي الاولانيه. اركني على جنب يا بيت، اعرفكم بقى بالتانيه. اصبر، نمره اتنين تجمع. Oui, mon chéri, je t'adore, je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? I'm at your service. ومش فاهم منها اي حاجه من يوم ما اتجوزتها. دي نمره اتنين. دي يا سيدي اسمها ثانيه صرافه، حضرتك هي دي المسؤوله عن الفلوس في البيت. انا طبعا متجوزها عشان فلوسها يعني. يا روحي اقفي جنب درتك، اجري يلا اقفي جنب درتك هناك. دي متجوزها يعني وبستغلها، فانا من اول ما اتجوزتها بستغلها بقى، باخد فلوسها واخليها تقعد تصرف علينا طول الوقت. اصبر اصبر، اعرفكم على نمره ثلاثه. نمره ثلاثه تجمع. من ناحيه قلبي ونار قلبي حبيبي حبيبي حبيبي، لو داس على طرفي لرقاع بالسر. دي مراتي نمره ثلاثه يعني. اهلا وسهلا. ها عملت ايه في القطر اللعبه اللي انا جبتهولك يا بيت؟ ركبته يا عاد. حلو قوي. طب والطياره الورق اللي انا عملتها لك؟ حطيتها في البرج يا عاد. طيب روح اركني جنب درايرك هناك، اتكل على الله. دي مراتي نمره ثلاثه يعني، اسمها سوسن الهبله. طب ودي اتجوزتها لي كمان؟ اهو برضو الواحد يعني بيحمد ربنا على نعمه العقل، كل ما اشوفها افتكر العقل اللي عندي، احمد ربنا الحمد لله. ها عايزين نشوفوا حد تاني ولا ايه؟ انت بقى يا اماني هتبقي نمره اربعه، لان صراحه الحجم ده انا ناقص عندي خالص زي ما انت شايف يعني، فانت هتنوري البيت وتبقي نمره اربعه حلالي. بص انا هوصل بقى اشتري العفش من دمياط واديك رنه تكون جهزت. يلا يا سيد. لا تديني رنه ايه؟ لا لا لا، ما انا عندي العفش لسه مغير النابوليا كلها. لا لا لا، برضه العمر يعني ما اسلمش يعني، هنظبط امورنا يا ابينا يا اماني. وبنشيل كويس يا بنت. مع السلامة، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. خدوا الشر وراحوا الحمد لله. رانيا حبيبتي، رانيا شكوكو، سمعة